والله الحدائق كانت مدمرة يعني، والحمد لله مش الحال يعني، صار الترميم أفضل وصار الوضع أحسن وصار في عناية يعني بالحدائق. طبعا الحدائق هي رئة المدينة يعني بشكل عام، يعني الناس تجي تتنفس هواء نظيف وتجي مع أولادها يعني ترتاح تريح. طبعا أكثر شيء أيام الجمعة وأيام بالأيام العادية يعني بعد الدوام بعد أوقات العصر الجو يكون جميل جدا يعني عندنا بالبلد بالحدائق بشكل عام يعني. والله الجو حسب الصيف صار الحدائق هيك كويسة، واحد يقدر يتمشى فيها يغير جو حلو وكويس، والشجر الأخضر والهوايات يعني يعني أغلب الحدائق كانت مهمولة يعني ومهدمة يعني. بالنسبة ألحز الوضع مستقر في منبج، والحدائق رجع ترميمها يعني، مو بس الحدائق في كثير شغلات، بس نحن نحكي بموضوع الحدائق يعني ترميمها صار ممتاز، ونحن نتمنى للأفضل يعني. يعني احنا كشعب اللي موظف بده يطالع أولاده، بعدين الشجر يفيد يعني يفيد عدم التلوث يعني يفيد البيئة يفيد الإنسان كإنسان. بالنسبة لحدائقنا حاليا وضعها جيد، ونحن نتمنى يكون انه ممتاز اكثر يعني، ان شاء الله بالايام الجايه يكونها افضل يعني، وبلدنا احنا نريدها تستقر اكثر يعني. هي الحديقه هاي كانت لا حد يروح ولا حد يجي عليها لانها كانت خرابه. حاليا فضل الجهود الموجوده مشى حالها وامورها تمام، وكل الناس تروح ترد يوميا بشكل يومي.